السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الدرس الخامس من How to Java Tutorials. الدرس ده اللي هنشرح فيه Java Variables. زي أي لغة برمجة، الجافا فيها Variables، واللي أي developer عارفها. فإن شاء الله النهاردة هنبتدي نشرح إيه هي الجافا Variables المدعمة من لغة الجافا، وإزاي تقدر تتعامل معاها. اللي إحنا هنشرحه النهاردة إن شاء الله ثلاث حاجات. الـ Variables أنواعها في الجافا، الـ Primitive Data Types في الجافا، والأريز. طيب، أول حاجة الجافا variables. دلوقتي حاليا كل developer، أي developer عارف يعني variable. variable للناس اللي ما تعرفوش، هو يعتبره عبارة عن container of data، يعني عبارة عن صندوق كده صغير بتحط فيه data. data ده بيبقى ليها data type and properties معين. تمام، كل programming language فيها variables، والجافا من ضمن البروجرامينج لانجويج اللي بتقدم انواع كتير من الفاريبلز. الجافا بتقدم اربع انواع من الفاريبلز. اول نوع اللي هو انستانس فاريبلز، هو نون ستاتيك فيلدز. الانستانس فاريبلز او الاوبجكت فاريبلز هو الفاريبل اللي ما بيتعرفش عن طريق كلمه ستاتيك، ما بيستخدمش فيه ستاتيك كيوردز. كل ده انا فاهمه عمليا دلوقتي. فالاوبجكت بيستور الانديفيدوال ستيتس في النون ستاتيك فيلدز. الفيلد ده بالديكلير والزود ستاتيك كيورد زي ما قلنا. تمام، also known as instance variables. ليه الـ variables ده متعرفة على انها instance variables؟ لانها خاصة بالobject نفسه، مش على الـ class view، لا دي خاصة بالobject. يعني ايه؟ يعني كل instance من الـ class ده بيكون ليها الـ variables الخاصة بها. تمام، دي اللي معرفة عن طريق انها مش static variables. فكل object من الـ class ده بيكون ليه الـ variables ده خاصة به، هو مختلفة عن الانستانس تانية او الاوبجكت التانية اللي الاثنين من نفس الكلاس. تمام، تاني حاجة اللي هو العكس، اللي هي الكلاس variables اللي هي الستاتيك فيلد. دي الفاريبلز اللي انت بتعرفها على انها ستاتيك داخل الكلاس. ستاتيك داخل الكلاس ده كده انت بتقول للكمبايلر ان الفاريبل دوت ما فيش منه غير نسخة واحدة بس، بغض النظر عن كم عدد الاوبجكتس اللي موجودة من الكلاس ده، كلهم ليهم نفس الـ variables تهات اللي هي معرفة على انها static. تمام، هعمل عدد كبير جدا من objects مش فارق خالص، ولكن كلهم بيرجعوا في الاخر للـ variables واحدة خالص، نسخة واحدة بس اللي هي الـ variable اللي متعرفة على انها static variables. تالت حاجة اللي هي local variables. local variables اللي هو زي ما الـ objects بيحفظ الـ states بتاعته في fields معينة خاصة به، هو الميثودز بتحفظ الفيلدز بتاعتها او الستيتس بتاعتها في variables خاصة بها اسمها local variables. local variables ده خاصة بالميثود نفسها، خارج الميثود محدش يعرف. واللوكال variable ملهاش keywords معرفة لوحديها، يعني مش ملهاش حاجة خاصة، ولكن التعريف الاساسي ليها اللي هو مثلا int count بتساوي 0، ده كده تعريف variable عادي. ولكن variable ده لو اتعرف داخل الميثود بيكون ده متعرف داخل الميثود دي بس، خارج الميثود، خارج البراكتس بتاعت الميثود، اي حاجه تانية ما تقدرش تشوف الايه الفاريبل دهوت غير داخل الميثود نفسها. فده اللي اسمه لوكال فاريبل، اللي هو بيتعرف من الاوبن براكتس لحد الكلوزد براكتس وبس خلاص. خارج البراكتس دهوت هو كده ملوش اي لازمه ولا حد يعرفه اصلا. تمام، اخر حاجه اللي هي من ضمن الفاريبلز بتاعت الجافا اللي هي البارامترز. احنا شفنا يعني ايه بارامترز في الاكزامبل بتاع المين فانكشن اللي هو هالو وورلد بابليكيشنز. تمام، لو قلنا مثلا شفنا ان احنا public static void main string array args. تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه parameter اللي بتاخده الفانكشن اللي اسمها main عشان خاطر تبتدي تشتغل. زي بالظبط احنا اتعاملنا برضو في hello world application مع ال print line function، وقلنا ال print line بتاخد parameter string، عشان كده بعتنا لها string parameter عشان خاطر تبتدي تطبقه على الشاشة. ولما خلينا ال string parameter دوت مش string، لأننا هو ادانا ايرور. ليه؟ لان البارامتر اللي بتحتاجه الفانكشن دهات ده بيكون عباره عن ايه، هي هتبتدي تتعامل معاك عن طريق ايه، هتديها ايه. فانت هنا مثلا في برينت لاين مطلوب منك ان انت تديها سترينج بارامتر. لو اديتها حاجه تانية غير سترينج هتقول لك لا في مشكله، انا مش عارف اتعامل مع حاجه غير سترينج. عشان كده لما جينا شلنا الدبل كوتيشن لقينا ان هو قال لنا لا انا مش هتعامل مع حاجه غير السترينج. تمام، فدي البارامترز بتاعتك. احنا كده عرفنا ايه هو الفور variables types بتاعت الجافا،
نبتدي بقى ان احنا نشوفهم في الكود عاملين ازاي. نفتح النت بينز ونعمل ستارت اب. هنعمل بروجكت جديد جافا ابلكيشن. نكتب جافا كاريتس. تمام نعمل فنش الكاريت بالايه الديفولت كود بتاعنا. تمام الباكج ده ما شرحناها والكلاس اسمه جافا فاريبلز. تمام ودي المين فانكشن الاساسيه. طيب قبل ما نعمل اي حاجه تعالوا نعمل نشوف بقى الانواع الاربعه اللي احنا شرحناهم تاني. احنا قلنا ان في اربع حاجات. اول حاجه اللي هي الانستنس فاريبلز نون ستاتيك فيلد اللي هي خاصه بالاوبجكت نفسه. اول حاجه تعالوا نعرف الانستنس. مثلا نعرف عليه مثلا انت اكس بتساوي 0. تمام ده كده اسمه instance variable. ليه؟ لان مش معرف على انه static field. تمام تعالوا نجرب مثلا نعمل two objects من الكلاس دوت. لو جينا نعمل two objects ازاي the object يتعرف ازاي؟ هنكتب java variable. ناخدها كوبي كده سريعا java variables مثلا demo1 تساوي new java variables. انا كده ده كده انا كده عرفت الديمو 1 ده اوبجكتس من الجافا فاريبلز كلاس. تمام ده كده ديمو 1 دهوت اوبجكت من الجافا فاريبلز كلاس. بتعرف على الشكل ده بنكتب الكلاس اللي انا عامل منه الاوبجكت واكتب اسم الاوبجكت كلمه نيو لايك دوت. بعمل الجافا نفس الكلاس تاني ولكن بناديه بالكونستراكتور بتاعته. كل الكلام ده ان شاء الله الناس اللي مش واخده بالها بالكلام في حاجه بتيجي مشاكل هنشرح ان شاء الله بالتفصيل على مدار الدروس اللي جايه. تمام تعال نعمل واحد تاني. تمام ونسميه demo2. تمام demo2 انا كده عندي two objects من ايه من الكلاس اللي اسمه java variables. تمام لو جينا مثلا نقعد بقى نشوف في المين شلنا الكومنت دهوت وكتبنا مثلا نشوف عشان الناس اللي هتقرا الكود نكتب مثلا كومنت اللي هو ايه first x او first demo. تمام هنعمل هنطبع مثلا ال x بتاعت كل objects يعني مثلا system dot out dot print line a مثلا demo 1 x تساوي زائد demo 1.x. demo 1.x دهوت يبقى انا بنادي على الفاريبل اللي هو اسمه x من الديمو 1 اوبجكت. تمام demo 1 اوبجكت دهوت اوبجكت منين؟ من الكلاس اللي اسمه جافا فاريبلز. الكلاس اللي اسمه جافا فاريبلز فيه فاريبل اسمه x. فانا بقى دهوت الديمو دهوت بقى واخد بقى عنده نسخه من الx دي. تمام فانا نقعد بناديها ازاي؟ الديم 1 اسم الاوبجكت دوت اكس. تمام تمام في مشكله هنا. تمام فلازم نعرف ده الاول انه ستاتيك. تمام وده نفس النظام ستاتيك. ليه؟ لان الستاتيك فاريبلز ما ينفعش تتنادى اللي مش ستاتيك فاريبلز ما ينفعش تتنادى داخل الستاتيك فاريبل. وهنا طبعا ما ينفعش نشيل كلمه الستاتيك دي لان دي المين فانكشن. تمام فداخل المين فانكشن ما ينفعش نادي اي فاريبل غير لما يكون هو نفسه ستاتيك. تمام فانا نقعد كده طبعت الاكس بتاعه الديمو 1. تمام فيرست ديمو اكس. طيب تعالوا برضو نكبر الحته دي كده ونطبع بدل فيرست خليه ديمو 2 اكس. تمام نفس النظام ديمو 2 اكس اللي هي ديمو 2. تمام تعالوا نجرب ونعمل run. demo 1 x بتساوي 0 demo 2 x بتساوي 0. طيب تعالوا بقى نشوف لو خلينا مثلا demo 1 x نقعد مثلا خلينا demo 1 x demo 1 dot x بتساوي demo 1 dot x زائد 2.
تمام اهو ديمو 1 دوت اكس. كده انا عدلت ديمو 1 دوت اكس، زودت عليه كام؟ من خدت القيمه القديمه اللي هي 0 وزودت عليها كام؟ 2. تعالوا نطبع تاني كده، لان الديمو 1 اكس بتساوي 2 والديمو 2 اكس بتساوي برضو 0. ليه؟ لان ده خاص بايه؟ بكل اوبجكت، خاص بايه؟ بكل اوبجكت، تمام. ولكن تعالوا مثلا لو جينا هنا اهو خليناه دي ستاتيك، تمام. فكده ستاتيك، معنى كلمه ستاتيك كده ان دي بقت ايه؟ النوع الثاني اللي هو كلاس فاريبل، اللي هو ستاتيك فيلد، يعني مستوى كلاس اللي هي بتبقى نسخه واحده بس. فلو جينا هنا اهو بقى النسخه واحده ديت، مره هياخدها الديمو 1 وهي هي نفس النسخه هياخدها الديمو 2. طيب المفروض ان هنا اهو النتيجه دي كان بيقول ان دهيت كان ساعتها ايه؟ مش ستاتيك، فهنا اهو بكل نسخه لكل اوبجكت فيه نسخه، ولكن اهو هي نسخه واحده بس. لو جينا عملنا ران نلاقي ان ده بقى 2 وده بقى ايه؟ 2 برضو. ليه؟ لان ده معني ان هو ضفت الايه؟ الاكس بتاعت ديمو 1، ولكن هي طالما ستاتيك يبقى دي نسخه واحده لكل الاوبجكتس، تمام. فده كده وضحنا الفرق ما بين الستاتيك ومين وبين الانستنس فاريبلز، تمام. طيب تالت حاجه اللي هي كانت، مش فاكر كانت ايه، تالت حاجه اللي هي اللوكال فاريبلز. اللوكال فاريبلز زي ما قلنا اللي هي الفاريبلز اللي بتتعرف داخل البراكتس بتاعت الايه؟ الميثود. الميثود مثلا المين دي فاريبل اهو بيتفتح ويتقفل ان هو بس. لو جينا نعرف فاريبل مثلا اسمه انت لوكال اكس او لوكال اي مثلا، تمام، بتساوي 90، تمام. لوكال اي بتساوي 90، معنى ان الـ ان الفاريبل دهوت متعرف داخل الميثود اللي اسمها مين، اللي في الاوبن براكتس بتاعتها والكلوز براكت بتاعها، تمام. يبقى انا كده اهوت اللوكال فاريبل دهوت متعرف داخل الميثود دي، ينفع استخدمه فين؟ في الماث. اخر استخدامي هو اخر الكلوز دهوت، بعديه على طول لو جيت مثلا اكتب لوكال اي بتساوي مثلا 70 مثلا، جيت اعدي لو القيمه بتاعته برضه هيقول ايرور. ليه؟ لان هو ما يعرفش حاجه اسمها لوكال اي. ليه؟ لان ده لوكال فاريبل داخل اهو. طب لو خدت اللوكال فاريبل هو نفس السطر اللي كتبته ده، تمام، خدته اكس وقلت له في، هيقول لي ايه؟ تمام جدا، ايه مفيش مشكله. ليه؟ لان اهو اللوكال فاريبل متعرف. ولكن لو برضه، ولكن لو رجعته تاني مثلا كنترول زد هنا اهو خليته تحت خالص، هيقول لي برضه ايه؟ في مشكله. ليه؟ لان ده بعد البراكتس، بعد ما خلصت الميثود. فاللوكال فاريبل هو اللي بيتعرف داخل الميثود بس، تمام. طيب اخر حاجه بقى اللي هي البارامترز. البارامترز زي ما قلنا البابليك ستاتيك فويد مين، البارامترز هي الحاجات اللي بتاخدها الفانكشنز، تمام. لو جينا نشوف مثال هنا اهوت، يعني ده مثلا زي ما قلنا string args ده بتاخد string array، تمام. لو جينا نشوف السيستم دوت اوت دوت برنت، تعالى نمسح السطر ده كده، تمام، ده اللوكال فاريبل، خلينا نعرفه عشان الناس بس، لوكال فاريبلز، تمام. طيب هنا هو بقى ايه؟ بارامترز تيست او بارامترز ديمو. لو جينا في البارامترز نلاقي مثلا لو اتكلمنا عن سيستم دوت اوت دوت، بص بقى هنا في برنت بمعنى برنت اوبجكت او ده هي تاخد اوبجكت، ده البارامترز بتاعها. برنت دي سترينج بتاخد سترينج، برنت بولين بتاخد بولين، برنت تشار بتاخد تشار كده. كل الحاجات اللي موجوده هنا هو دي، ده معناها ان البرنت ان الميثود دهات، ده معناها ان الميثود دهات بتاخد البارامتر ده، ما بتاخدش حاجه غيره زي ما جربنا في البرنت لاين في الدرس اللي فات، تمام. بعد كده البارامترز نفسها برنت لاين، تمام، نفس النظام بالظبط في المين ونفس النظام في الباقي كله. احنا كده خلصنا الفاريبلز، تمام. طبعا نخش على اللي بعدها اللي هي البريمتيف داتا تايبس. الجافا بروجرامينج لانجويج تعتبر ستريتلي تايبس، يعني ايه؟ يعني في all variables لازم ان هي تتعرف قبل ما تستخدم، مش زي مثلا لغه الجافا سكريبت. في ناس كتير فاهمه ان الجافا سكريبت شبيهه للجافا، ولكن دي لغه ودي لغه، دي مسار ودي مسار تاني خالص، واختلافات كبيره جدا بينهم. يعني من ضمن الاختلافات مثلا ان الجافا سكريبت
ينفع ان انت تستخدم variable قبل ما تعرفه، ان انت هتستخدم اكس بتساوي اكس بتساوي 50، ان انت اصلا مش معرف الاكس اصلا وبعد كده تعرف الاكس بالاخر خالص، تمام. ولكن الجافا لا، الجافا فيها قيود شويه كتيره اكتر بكتير جدا من الجافا سكريبت، تمام. وقلنا زي ما ان ده فكره في يعني تشابه اسماء مش اكتر، دي جافا ودي اسمها جافا سكريبت، ده تشابه اسماء مش اكتر، لكن الاثنين مختلفين تماما. الجافا فيها 8 انواع من البريميتيف زائد السترينج، وهنفهم ليه كلمه زائد السترينج ما قلناش 9 على طول ليه، لان السترينج ما يعتبرش بريميتيف داتا تايبس، لكن انت هتستخدمه على البريميتيف داتا تايبس، لكن هو في الجافا مش معرف على انه بريميتيف داتا تايب، تمام. البريميتيف داتا تايبس انواعهم بايت، والبايت هو ال 8 بت داتا تايب اللي هو عنده مينيمم السالب 128 والماكسيمم 127. الشورت داتا تايب 16 بت، تمام. المينيمم الرقم 32768 بالسالب 32767 بالموجب، تمام. الانت اللي احنا كنا استخدمناه الفتره اللي فاتت دي، تمام. الديفولت الانت بتاعه 32 بت، يعني الرقم اللي بيتكون او بيتعمل له البرزنتيشن على 32 بت، اللي هو هاز مينيمم سالب 2 اس 31 والماكسيمم 2 اس 31 ناقص 1، تمام. بعد الانت اكبر منه شويه اللي هو اللونج، اللي هو اي داتا تايب اللي هو النمبر اللي بريزنت على 64 بت، واللي هو عنده المينيمم سالب 2 اس 63 وعنده الماكسيمم 2 اس 63 63 ناقص 1، ده الاس هنا اهوت، يعني ده كده 2 اس 63 وبعد كده تطرح 1، تمام. طيب بعد كده بقى نخش في الفلوتنج بوينتس. الفلوتنج بوينتس اللي هي في نوعين فلوتنج بوينتس، اللي هي فلوت والدبل، تمام. الفلوت اللي هو 32 بت اللي هو تريبل الاي تريبل اي ريبريزنتيشن فلوتنج بوينت، والدبل اللي هو 64 بت الاي تريبل اي ريبريزنتيشن الفلوتنج بوينت، تمام. البوليان ده السويتش انا اعتبره اللي هو ايه ليه قيمتين بس، يا اما ترو فولس 0 1، هو كده الفكره في كده، هو بيكون ترو وفولس بس، ده اللي بتستخدمه عن طريق ان هو بوليان، يعني ان انت عندك كونديشن ترو او فولس، تمام. تشار ده اعتبره كاركتر، ده تشار اللي هو اختصار الكاركتر اللي هو الحرف، تمام، اللي هو سنجل 16 بت يونيكود كاركتر، تمام، اللي هو بيشيل حرف واحد بس. طيب بالاضافه بقى الى الثمانيه دولت في السترينج، السترينج يعتبر هو سترينج كلاس، تكنيكالي هو بريميتيف داتا تايب، قصدي تكنيكالي هو مش بريميتيف داتا تايب، ولكن من كتر السبورت بتاعه او السبورت اللي موجود فيه في الجافا ناس كتير جدا متعامل معاه لانه بريميتيف داتا تايب، طبيعي جدا ينفع ناس تعرف سترينج وتعامل معاه، تمام. ولكن هنشوف حتى الفرق في طريقه الكتابه في ازاي تكتبه كودينج، تمام. تعال دلوقتي كده نشوف الموضوع ده خالص كودينج ازاي بيشتغل، وازاي بتعرف الفاريبلز دهيت، وازاي تعرف الداتا تايبس دهيت، ونرجع نكمل بقيه المحاضره. ده كده خلصناه، تعال نعمل بروجكت جديد، تمام، نسميه داتا تايبس ديمو، تمام. نفس النظام داتا تايبس ديمو. طيب نشيل النهوات ونكتب النهوات ايه بقى، داتا تايبس ديكليريشن، تمام. طيب احنا قلنا اول حاجه الداتا تايبس كانت ايه، البايت، قلنا البايت هي 8 بت، تمام، هي 8 بت اللي هي 2.8 اللي هي اخرها خالص سالب 128 والموجب بتاعها 127 اللي هي 128 زائد ناقص 1، تمام. فتعالوا مثلا نعرف البايت، مثلا نكتب البايت بي بتساوي 20، هيقول لك تمام. طيب بايت بي بتساوي 127، هيقول لك تمام. طب 128، هيقول لك ايرور، ليه؟ هيقول لك ما ينفعش كونفرت من انت، يعني عنده الرقم ده كده كده عديت الماكسيمم بتاع البايت، فالماكسيمم بتاع البايت هو 127 بس، هيقول لك تمام جدا. 128، هيقول لك لا. طب لو بالسالب، هيقول لك تمام، ليه؟ لان عندنا وقت الماكسيمم 127 والمينيمم سالب 128، تمام. تعالوا نخلي مثلا دي على المينيمم بتاعه. طب هنا جينا شورت، عرف الشورت اتش
بتساوي كان كام؟ كان كام الشورت؟ 32,767. تمام؟ ده تمام. مفيش هنا. تمام؟ 32,768. لو جينا 67 او لو جينا 68 يقول لك ايرور. تمام؟ طب لو 68 وحطينا برضو سالب يقول لك تمام مفيش مشكلة. 67 مفيش مشكلة. تمام؟ فنخليها مثلا دي خليها المانيا الماكسيمم قصدي هي 67. تمام؟ نفس النظام بالظبط. الانت احنا عرفنا انت كتير اللي هو انت مثلا اي بتساوي اي رقم كبير قوي، وهنكتب اللي هو المينيمم والماكسيمم بتاعه اللي هو على 32 بت اللي هو سالب 2 اس 31 او 2 اس 31 ناقص 1. تمام؟ ونفس النظام بالظبط لللونج. لونج ال بتساوي اي رقم برضو. تمام؟ تمام، مش هنكتب طبعا مينيمم وماكسيمم عشان الموضوع كبير. طيب بعد كده بقى نخش على الفلوتنج بوينتس، فلوت ودبل. تمام؟ الفلوت تعرفها بيكون هو نفس الدبل، او الديفولت بتاع الفلوتنج بوينت بيكون دبل، لكن عشان تعرف ان هو فلوت هتكتب ازاي بقى زي ما احنا شايفين كده. فلوت تمام اف بتساوي 1.0 مثلا، يعني هيقول لي برضه ايرور. ليه؟ يعني كده انا المفروض ان ده ايه دبل، ولكن عشان يعرف ان هو فلوت خليها ايه اف في الاخر، هو كده عرف ان دي فلوت مش دبل. تمام؟ برضه نفس النظام في الدبل، ينفع ان انت تخليها 1.0 مش هيقول لك ايرور. ليه؟ لان ده الديفولت بتاعها اصلا دبل، ولكن اوبشن دي ممكن تخليها دي برضو مش هيقول لك في مشكله. تمام؟ الاف دي ممكن تكون كابيتال، ممكن تكون كابيتال قصدي، ودي برضو ممكن تكون ايه كابيتال، ولكن ممكن دي تشيلها خالص، لكن دي لازم تبقى موجوده عشان خاطر الديفولت بتاع الفلوتنج بوينت هو الدبل مش الفلوت. تمام؟ بعد كده وقت اللي هو البوليان اظن. تمام؟ بوليان خليها دي او مثلا بتساوي يا اما ترو يا اما فولس، مفيش حلول تانيه. يا اما ترو تمام مش هقول لك مشكله، يا اما خليها هي مش هقول لك مشكله. غير كده مفيش. يعني البوليان هو حاجه سويتش، يا اما بوليان يا اما ترو يا اما فولس. طيب بعد كده في ايه تاني؟ التشار. التشار عشان تعرفوا زي ما قلنا التشار هو كاركتر 1 كاركتر بس، يعني مثلا تشار سي اتش بتساوي كاركتر زد. طب الجافا مش عارفه ان الزد دي عباره عن هي بارامتر ولا قصدي فاريبل جديد ولا فاريبل قديم ولا ايه. تمام؟ عشان كده هيقول لك ايرور، لكن عشان تعرف ان هو تشار لازم تخليه بين سنجل كوتيشن. تمام؟ بين سنجل كوتيشن كده ساعتها هيقول لك تمام ده كده تشار. تمام؟ طب لو خليته بين دبل كوتيشن هقول لك غلط. ليه؟ ده المفروض ان هو يكون string، يعني دبل كوتيشن معناها string، single كوتيشن معناها char. تمام؟ عشان تعرف ان char خليها اللي هي ايه؟ بين single كوتيشن، وقف ان حرف واحد بس. طيب اجينا بقى نتكلم على string. لا string، بص string تمام. طيب بتساوي مثلا بين دبل كوتيشن بقى واكتب اللي انت عايزه زيتين تمام و سيمي كولون في الاخر. تمام؟ لقيت السترينج مثلا كل البارامتر تايبس بتبتدي ب سمول، بتبتدي بحرف سمول لتر، لكن السترينج بتبتدي كابيتال لتر، حتى يعني حتى في التعريف نفسه، لان هو ده كل دول وبعدين لون، يعني انا بريمتر ده تايب نوت بعد عن انه ايه لانه اوبجكت انه سترينج. تمام؟ فحتى تكنيكالي مش معرف على انه بريمتر ده تايبس، ولكن انت كده كده تتعامل معاه وتعرف سترينج وتبتدي تعمل شغل عليه زيه زي بقيه بريمتر داتا تايبس. تمام؟ طيب احنا كده عرفنا البريمتر داتا تايب نظريا واتكلمنا عليهم ازاي تكتبوا كودينج. اخر حاجه نتكلم عليها النهارده اللي هي الاريز. يعني ايه الاول اريز قبل ما نخش برمجيه؟ الاري كونتينر اوبجكت،
بي هولد فيكسد نمبر اوف فاريبلز اوف فاليوز سنجل تايبس، يعني يعتبرها لسته كده تمام فيها شويه حاجات، فيها شويه قيم، القيم دهيت لازم تكون من سنجل تايبس. يعني ايه؟ يعني يا اما كلهم انت، يا اما كلهم فلوت، يا اما كلهم دبل، كلهم تشار، كلهم سترينج. ولكن ما ينفعش بقى مثلا يبقى في نفس الاري في فاليو سترينج ثانيه انت ثانيه تشار، ما ينفعش، لازم يبقى كلهم من سنجل تايب معين. تمام، اللينس بتاع الاري استابليشد لما انت بتكريت الاري، او بتكريت الاري بتحدد اللينس بتاعه، بعد ما بتحدد اللينس بتاعه هو بيتحجز في الميموري فما ينفعش يتغير تاني. تمام، احنا كده كده شفنا اصلا اكزامبل للاري في الهلو وورلد ابلكيشن، هو بابليك ستاتيك فويد مين سترينج في اري اي ار جي اس، قلنا عليه ان ده اري بتاخده المين كبارامتر. تمام، للتوضيح شويه، الاري بيكون من قيم، كل القيم ديت انت بتقدر توصل لها عن طريق الاندكس. تمام، انت مثلا هو عندك الاري، انت عملت اللينس بتاعه 10، فالاري بيبتدي من 0 ل 9. في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده، ان انت مثلا الاري بتاعك طوله 10 فبيبتدي العد في الاندكس من 0 ل 9. تمام، لو الاري عندك 20 يبقى من 0 لكام؟ ل 19، مش من 1 ل 20. تمام، طيب فانت كنت عندك 10 خانات، الاندكس يبتدي من 0 لحد 9. تمام، وعشان توصل ليه الاليمنت او الاليمنت اللي في الاندكس رقم 8 مثلا، هتروح على الاندكس رقم 8 وهتحدد الاليمنت بتاعه. تمام، فانت كده وصلت للاليمنت اللي في الاندكس رقم 8. فانت عشان توصل لاي اليمنت داخل الاري ده لازم تكون عارف الاندكس بتاعه، لان ده الطريقه الوحيده اللي تقدر توصل بيها للاليمنت داخل اي اندكس. تمام، طب تعال بقى نجرب نعمل الاري، يعني الاري هياخد مننا شغل شويه، نقفل ده ونعمل بروجكت جديد تماما ونسميه array demo. تمام، array demo. طيب تعالوا مثلا نشوف الكودين كده، احنا عايزين نعرف الاري، نيجي نتكلم مثلا على creating initialization و accessing الاري. تمام، تعالوا نشوف عشان تعرف الاري، ان اول ما تعرف variable اللي هو مثلا int x بتساوي كذا same. تمام، الفرق في الاري ان انت بتضيف في الاري brackets، دي brackets اللي هي بس. انا كده عرفت ان ده عبارة عن array، ولكن الاري ما ينفعش يتعرف كده. انا كده عرفت الاري بس ما عملتوش initialization. لو جيت مثلا رحت على الindex اللي هو مثلا int او قصدي x رقم 7 8 بتساوي مثلا 90، انا كده عايز احط 90 او الاليمنت 90، عايز احط القيمه 90 في الاندكس رقم 8، في الاليمنت اللي هو ايه الاندكس بتاعه رقم 8. تمام، لكن هو قال لي غلط. ليه؟ لان الاكس ده هوت معمول لها تعريف ولكن مش معمول لها انيشاليزيشن، وزي ما قلنا هنا هوت ان لازم يتعمل له استابليشمنت، اللينس بتاعه لازم يتعمل استابليشمنت قبل ما تبتدي تستخدمه. تمام، فلازم هو تعرف الاول، ده كده عرفته ولكن ما مديتوش initialization. فمثلا نيجي نعمله سنريشن ازاي، مثلا اللي هو x بتساوي new int، فانا كده عرفت الطول بتاع الاري اللي هو اسمه x اللي انا عرفته هنا اهو، اديت له الطول ايه 10، وانا قال لي تمام خلاص مفيش مشكله. لو جيت دهات وعملتها كومنت كانها مش موجوده هيقول لي ان هو لازم يتعمل له ايه initialization، يعني لازم يتعمل الx initialization. لكن لو شلت دي وخليتها كود طبيعي فهو كده اتعمل له initialization، كده انا عرفت الاري، بعد كده عملت له initialization، بعد كده عملت له ايه ان انا ابتدي احط داتا جواه. طيب هاكس بقى الداتا دي ازاي؟ هي مثلا اهوت صفر تساوي 10 تمام، x 1 تساوي 20، x 3 2 تساوي 30، and so on لحد مثلا x 9 بتساوي 90. تمام، تمام. طب لو جيت بقى اكسسها مثلا، خليها مثلا سيستم نطبعها دوت اوت دوت برنت لاين،
كمان اكس 20 تمام اكس 2 قصدي تمام. لو جينا نعرف نود مثلا اكس زائد او element index 2 تمام زائد اكس هات هيقول لي ايه element index 2 اللي هو index 2 تساوي element in index 2 بتساوي كام 30. انا هنا ضفت 30 دي في الاندكس رقم 2 تمام. فانا طبعت الاندكس رقم 2 ان انا قلت له اطبع لي الان اكس رقم 2 فهو هو تروح في الرسمه هنا زي ما شايفين كده راح للاندكس رقم 2 وجاب القيمه اللي انا اللي انا قبلها حطيت فيها كام 30. فده نفس النظام. فانا كده عملت initialization عملت declaration للarray ان هو كده كده declare الarray بعد كده عملت له اللينس بتاعه بعد كده ضفت فيه داتا بعد كده وصلت ان انا اكسس الداتا دي تمام. طيب ايه بعد كده مالتي دايمنشنال اري. مالتي دايمنشنال اري اللي هو الماتريسيز ماتريكس الناس بتتعامل مع مصفوفات واكيد كل بتتعامل مع مصفوفات. المصفوفات في في الجافا هي مالتي دايمنشنال اري اسمها مالتي دايمنشنال اري هو اري اوف اريز يعني array of arrays تمام اسمه multi-dimensional array. بتعرف ازاي؟ بتعرف عن طريق ان انت بدل ما تكتب براكتس واحدة تكتب اتنين او تلاتة على حسب عدد ال dimensions بتاعتك. يعني لو 2 dimension هتكتب مثلا string هتكتب مثلا string و 2 براكتس بتاعتك تمام وهتكمل عادي جدا في التعريف. ولكن لما انت محتاج تاكسس ال element بتاع ال array اللي في 2 dimensional array لازم تديله ال index مرتين او تديله 2 index واحد للرو واحد لايه للكل. تعال نعرفه كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب نيجي نقط مثلا نعمل كومنت اللي هو تمام مالتي ديمنشنال اريز. نيجي نعرفه نخليها مثلا انت برضو او نخليها string الناس تبقى فاهمة نكتب واحد والتاني s كده انا عرفت الايه الstring تمام. طيب نيجي ان انا عايز برضو اعمل له initialization نفس الموضوع s بتساوي new نفس التايب بتاع التعريف بتاعه اللي هو string تمام وده وده دي مثلا 2 و 3 يبقى كده صفين و 3 عمدة صفين و 3 عمدة زي الماتريسيز بالظبط زي الماتريكس بالظبط تمام. فانا كده عرفت مالتي ديمنشنال اري اسمه اس وعملت له ان هو فيه 2 روز و 3 كولومز تمام. في طريقه تانية ان انت تقدر تعرف الداتا بتاعه الاري عن طريق ان انت تكتبها مباشره. يعني مثلا مش لازم تدي له اندكس مش لازم تدي له طول ولكن ممكن تدي له داتا هو هياخد العدد بتاعهم ده هو اللينس بتاع الاري. يعني مثلا ممكن تكتب انت int y تمام خليه مثلا ده array اهو خليه بيساوي بدل ما بيساوي new int كذا لا تديله الداتا على طول في array تمام. مثلا اديله 1 2 1 2 3 4 5 كده تمام. هو كده عرف ان الاري اللي اسمه y ده فيه الداتا رقم 1 هيحطها في الindex 0 والداتا رقم 2 هيحطها في الindex 1 والداتا رقم 4 هيحطها والداتا اللي هي اسمها 4 قصدي هيحطها في الاندكس رقم 3 and so on تمام. فينفع ان انت تعرف الداتا اللي موجوده داخل الاري بالطريقه دي بس ده نحتاجه امتى ده هتعمله امتى لما تكون معرف اللينس بتاعه او مباشره تعرف الاري وتدي له الداتا مباشره فهو كده اللينس بتاعه هيكون هو عدد الايه الداتا اللي انت حطيتها 1 2 3 4 5 6 فهو كده هيقول اللينس بتاعه كام 6 تمام اللي هو من 0 بخمس. ده نفس الكلام ينطبق على المالتي دايمنشنال اري وهنشوف دلوقتي ازاي. طيب اري مانيبوليشنز. الاري تعتبر حاجه باورفول جدا بالنسبه للبروجرامينج عموما.
مستخدمة في كل لغات البرمجة، وحاجة يعني ايه مفيدة جدا، بتساعدك جدا وبتختصر عليك حاجات كتير قوي كأريز، تمام. فعشان كده الجافا مديه شوية functions خاصة للأريز، هي array manipulation ديت بتقدر تعمل فيها حاجات كتير قوي. زي مثلا الجافا في الـ API بتاعتها اللي احنا قلناها libraries، بتساعدك فيها methods بتعمل لك الـ common manipulation بتاعتك على الأريز، زي مثلا تعمل copy من array لأريز، تعمل sort للداتا داخل الأريز مثلا اللي هي مثلا تصاعدي او تنازلي، تعمل سيرش في الاري تشوف الاليمنتس فيها حاجه معينه ولا لا، تمام. كل الفانكشنز دهيت موجوده يا اما في java.util.array يا اما system class. تعالوا نجرب نستخدم واحده منهم ونشوف ازاي تعمل مثلا كوبي للاري من اري لاري، تمام. طيب هنستخدم فانكشن اسمها array copy موجوده في system class. الاري كوبي ده التعريف بتاع public static void array copy، بتاخد دول عبارة عن ايه؟ parameters، تمام. دول البارامترز اللي بتاخدهم من data، بتاخد object source، السورس اللي انت عايز هتنقل منه، بتاخد ال end source position هتنقل من ال index رقم كام، بعد كده تاخد ال object destination، ال object اللي هو ال array اللي انت هتنقل عليه، هتنقل ليه يعني ال end، هتنقل هتبتدي في ال في ال في ال في ال array اللي انت هتكوبي ليه، هتبتدي من انهي position من انهي index، وهت copier قد ايه من السورس للديستنيشن، تمام. تعالوا نعملها كود وبعد كده الموضوع هيبقى سهل شويه. طيب تعالوا نعرف دلوقتي اللي هو copy array، تمام. طيب خلينا مثلا نشيل ده دلوقتي كده عشان يستبقى واضح معايا. copy array، تعالوا نعرف مثلا التاسك بتاعتنا ان احنا هنفولوينج كود دوت مثلا هيعمل ايه. هنعمل array of char element فيها الكلمه دي زيتيم جافا، ولكن كل element فيه حرف من الحروف دي، تمام. بعد كده هنعمل كوبي للاري ده داخل array تاني، بس هناخد الجزء التاني، بس هناخد كلمه جافا بس من الاري الاولاني. يبقى احنا هنعمل array من الشار فيه الحروف بتاعه الكلمه دهيت زيتيم جافا، كل حرف موجود في element، تمام. بعد كده هنعمل باستخدام system.array copy function دي، هنكوبير الجزء الثاني او الكلمة الثانية من الاري ده في array جديد برضو من char، تمام. فتعالوا نعمل الموضوع ده عمل ايه. فتعالوا نعرف ال char array char، تمام، اللي هو مثلا char x او char source، تمام، بتساوي ونديه الداتا على طول اللي هي كتبناها اللي هي زيتيم، اللي هي طالما تشار يبقى ايه بين سنجل كوتيشن، ايوه تمام، زد تي اي اي تمام. تمام انا كده عرفت الداتا ده فيه ايه، فيه حاجه غلط. ده كده انا عرفت انه char variable، تمام، نسيت البراكتس بتاعت الاري. فلو جبنا البراكتس بتاعت الاري كده يقول لك مفيش مشكله، لان كده هو عارف ان ده ايه الري واديته الداتا بتاعته، مش لازم اديله اللينس، لان هو هياخد اللينس من العدد بتاع الاليمنتس اللي انت اديتها، تمام. لكن نعرف بقى char destination dest، تمام، عرفنا char destination. طيب تعال بقى نستخدم اللي هي system dot يبقى array copy. array copy زي ما قلنا اول حاجة بتاخدها السورس src، ده هو اسمه ايه source اللي انا هكوبير منه. هاكل باخد البوسيجن انا هكبير منين، ده مثلا قلنا 0 1 2 3 4 5، فانا هكبير من الاندكس رقم 5، ابتدي نقعد من 0 مش من ايه مش من 1، 0 1 2 3 4 5 ابتدي ان هو تكبير من 5. هدي له الديستنيشن، الديستنيشن اللي هو ايه دست اري. هبتدي فين في الديستنيشن من 0؟ طيب هكبير قد ايه، 1 2 3 4، هكبير ايه 4 بس، تمام.
تعمل personalization شفته، المفروض ان انا اعمل ايه personalization ليه للتشار char اللي هو test تساوي new char 4 تمام system.array تمام. هو كده بقى ايه خد السورس وعرف هيكبير منين، خد الديستنيشن وعرف هيبتدي يحط الداتا فين وياخد اللينس قد ايه تمام. طيب لو جينا بقى نطبع الداتا بتاعتك في الاخر اللي هو ايه الاري الجديد اللي اتكبير system.out.print line تمام اللي هي string او new string هو ايه دست. في حتى نوت انا حولت الدست array لايه لسترينج عشان خاطر الطبع كله كامل ايه مع بعض تمام. فتعالوا مثلا خلينا نهوت نكتب جنبيها نهوت copy results تمام. طيب تعالوا نشوف كده هيعمل ايه هيدينا ايه. copy result is java اه ماشي اللي نوت بتساوي نوت مسافة عشان يدينا النتيجة clear. copy result ايه java تمام. فانا كده طبعت خدت كبيرت الحته دي كده ليه من السورس للديستنيشن تمام. فده النتيجه النهائيه. تعالوا نشوف ازاي نستخدمها. زي ما قلنا ان البارامترز او الفانكشنز بتاعه الجافا مانيبيليشنز او الاري مانيبيليشنز موجوده في حاجتين، يا اما في جافا دوت يوتيل دوت اري او سيستم كلاس. تلاقي في فانكشنز متشابهه من ضمن الفانكشنز المتشابهه اللي احنا استخدمناها اللي هي اري كوبي تمام. في برضو نسخه منها او يعني فانكشن بتعمل نفس الموضوع اللي هي بتكبر من اري لاري في الجافا دوت يوتيل تمام او جافا دوت يوتيل اري، ولكن اسمها ايه بدل اسمها اري كوبي تمام لا اسمها ايه كوبي اوف رينج. ولكن الفرق بين الاثنين ان انت مش محتاج تكرييت الديستنيشن اري الاول. زي ما قلنا ان في التعريف بتاع الاري كوبي النوع بتاع الفانكشن فويد، هنفهمها يعني ايه void دي في functions، ولكن النوع بتاع function void معناه ان هي ما بتعملش return لحاجة، ما بتعملش return لحاجة، تاخد منك data بس ما ترجع لكش data تاني تمام. ولكن النوع بتاع copy of array copy of range لا بتديك array بتديك destination نفسها، فينفع ان انت تستخدمها على انها هي نفسها data اللي موجودة فين في destination في التعريف، مش لازم تعرف الarray destination قبل ما تستخدمها. تعالوا نجربها برضو بحيث الناس تبقى فاهمة الحالتين تمام ونشوف هنعمل ايه. فتعالوا دلوقتي نكبير باستخدام java.util method تمام. نكتب كومنت ان هو copy with java.util.arrays تمام. تعالوا ناخد السورس تمام وخليه مثلا source 2 ونضيف عليه اي حاجة رو مثلا رو تمام. طيب بقدر معرف char dust 2 واخسويه على طول بايه بالريتيرن اللي جاي من الفانكشن بتاع جافا دوت يوتيل اللي هي جافا دوت يوتيل دوت array dot arrays dot copy of a copy of range. copy of range بتاخد تلات حاجات، تاخد السورس، تاخد الاندكس اللي انت هتكبير من اوله لحد الاندكس اللي انت هتكبير لاخره تمام. فعندك هنا السورس اللي هو سورس 2 هتكبير من رقم لو هنا رقم 5 لحد رقم 12 تمام. الاندكس رقم 12 فانا عايز اكبير الجزء ده اللي هو ايه من جافا لحد جافا برو، هاخد كل جزء دهوت من الامين اللي من السورس 2 والنتيجه هتكون اري انا هسيبه فين في دست 2. فتعالوا نطبعه مثلا ناخد ده كوبي كده ونطبعه فين نضيف نهوت مثلا جافا ريزلت بدل جافا ريزلت ذا كوبي وذ جافا دوت يوتر تمام سو نيو سترينج دست 2 عشان دست 2 تمام. نعمل سيف وتعالوا نجرب. لان اول ريزلت اللي هي جافا بس اللي هي عن طريق سيستم دوت اري كوبي تمام، والتاني اللي هو ايه باستخدام جافا دوت يوتيل اللي هي جافا برو تمام.
فانا كده كبرت باستخدام الطريقتين. ان انت تكبر الاراي ده نوع من انواع المانيبيليشن، ينفع انت تعمل سورت، ينفع انت تعمل سيرش، كل الكلام ده موجود برضو فين؟ الجافا دوت يوتيل وجافا سيستم دوت سيستم كلاس برضو، ولكن الجافا دوت يوتيل دوت اراي يعتبر هو الاعم والاشمل. لكن احنا قلنا مثال ان في نسخ او يعني في ايه فانكشنز مختلفه بتعمل نفس الفانكشناليتي، يعني بتعمل نفس الشيء في اكتر من لايبراري، كل ده باستخدام الجافا اي بي اي اللي احنا اتكلمنا عليه في اول درس وبدانا احنا نستخدمه ونتعامل معاه. فكده احنا خلصنا اظن، يعني احنا كده اعتقد خلصنا اظن، مفيش حاجه ثانيه. ليسون اساينمنت، طبعا احنا بدانا بقى نكتب كود والناس بدات ان هي تتفرج على الكود، فما ينفعش الناس تتفرج على الكود بس، لازم تكتب كود بنفسك. الكود موجود على الريبوزيتوري، اي حد عايزه هيلاقيه يعني، ولكن برضو الناس لازم تشتغل لوحدها، الناس لازم تبتدي تكتب كود، تبتدي تفتح البينز، تبتدي تعمل بروجكتس كده عشان خاطر ما ينفعش سماعي وبس، ما ينفعش ان انا اشرح كود وبس. الاساينمنت بتاع الدرس دوت لذيذ يعني وبسيط جدا. كل الفكره هتعمل جافا ابلكيشن عادي جدا زي ما شفت، هتكريت اري من 20 element. بعد ما تكريت اري من 20 element دوت هتضيف فيه شويه ارقام براحتك، مش لازم بالترتيب يعني، اي ارقام في ال 20 element دولت. بعد كده هتعمل حاجتين، اول حاجه هتبرنت على الكونسول بتاعه النت بيز، هتبرنت كل ال elements بتاعتك كلها، تمام؟ سيستم تاوت برنت لاين الليمت الاول، بعد كده الثاني، بعد كده الثالث، هتبتدي كل ال 20 كلهم تطبعهم. بعد كده هتعمل شويه حاجه بسيطه، عرف بقى variables براحتك يعني، عيش حياتك كلها يعني، بس الفكرة ان انت لازم تطبع تجمع كل الارقام الايفن مع بعضها، تجمع كل الارقام الاود مع بعضها، في الاخر تطرحهم مع بعض وتديني الناتج في برنت لاين. بسيطة جدا، هتجمع كل الاندكس الايفن يعني، وهتجمع كل الاندكس الاود، تمام؟ الاليمنتس اللي موجودة هنا والموجودة هنا تجمعهم، وفي الاخر تطرح الاثنين مع بعض وتديني الناتج. يعني ببساطة برضه اللي انت هتعمله ان انت هتاخد الاليمنت اللي في الاندكس رقم 0 والاندكس رقم 2 والاندكس رقم 4 و6 و8 و10 لحد 20 كل الايفن، تاخد الاليمنتس اللي فيهم كلهم وتجمعهم مع بعض، تمام؟ وفي نفس الوقت او بعد كده تاخد كل الاليمنتس اللي فيها الاود اللي هي رقم 1 و3 و5 و7 و9 وكده لحد 19 وتجمعهم مع بعض، وبعد كده تطرح الاثنين من بعض وتديني الناتج النهائي system.out.print، تديني الناتج final result اللي هو ايه كذا، تمام؟ البرنامج سهل جدا، تعريف الاراي وازاي تانيشالايزد وازاي ده امتى كله اعتقد سهل جدا. اي حاجه واقفه قدامك يا ريت تقول لي، واللي عايز وريني كود انا موجود على اي سوشيال ميديا. وكده اظن خلصنا خالص بقى، صح؟ تمام. وكده احنا كده خلصت اللي انا عايزين نقوله النهارده في الدرس ده. الدرس كان طويل شويه، في حاجات كتير، في يعني كود شويه، الناس اللي لسه مبتدئه ما تخافش، الموضوع بسيط جدا، هنبتدين واحده واحده جدا كمان يعني. فاي اسئله استفسارات وتعليقات تحت امركم. الكود هتلاقوه على هاو تو جافا توتوريالز ريبو على زيتين برو، تمام؟ الناس اللي عملت كلون للجافا بعد المحاضرات هيعملوا بول للجديد، فهتلاقوا فيه الكود اللي انا عملته كلهم، كل البروجكتس اللي عملتها دهات هتلاقوها في الريبو، هتنزل عندكم البول ريكوست. كده احنا خلصنا الحمد لله. واي اسئله استفسارات وتعليقات انا اي موجود على اي سوشيال ميديا. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.